انت رايح فين؟ فيك؟ فاكر المرة الأولى رحلتنا برا فيرول كانت عاملة ازاي؟ أيوة أنا فاكر. الطرق السريعة كانت كلها عربيات، كان في ناس كتير كلهم مستعجلين، كانوا فاكرين إنهم لو مشوا بسرعة هيعرفوا يتفادوا اللي جاي. أيوة محدش قدر يتحرك بسرعة يا بوزر، محدش اتنبأ باللي جاي زي ما أنا عملت. مع الوقت الناس قالت ده عرف وبدأوا بالمشي وبعدين الجري، بس الوقت كان اتأخر. أيوة اتأخر جدا. فاكر برضو الفرجة على المسوخ اللي كانوا جايين كلهم بالألاف، كل دول كل الأغبياء اتاكلوا. أيوة أنا فاكر. لما تشوف حاجة زي دي اعرف إنها مسألة وقت قبل ما يجي دورك، ومفيش حاجة هتوقف ده يا بوزر، مفيش حاجة. بس انت عارف احنا ليه بنستمر؟ لا علشان ايه تاني ممكن نعمله؟ ايوه انت بتعمل ايه؟ ولا حاجة. عارف انك بتستعد قبل الرحلة دي. طب انت عارف انا كنت بفكر اعدي على الملجأ واشرب حاجة وبعدها اروح العيادة شوية. لا 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 يا راجل انا زهقت جدا. انا كنت بهزر معك بس. ايه ديك ارن مايك قال انه هيقتلك لو شافك تاني. ولو قال ده العجوز ده مش بيفتكر اسمه معظم الوقت. لا 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 استنى هيفتكر. انت لازم تفضل صاحي، احنا سيبنا الطريق بس لو حد اعترضنا من المسوخ. ايوه انا عارف. تمام ديك. ما تقتلش حد في المعسكر ماشي؟ انا مش هقتل حد. انت كويس؟ كويس جدا. يلا نرجع، مفيش حاجة هنا. المخيمين الأغبياء. سمعت صوت الموتوسيكل زي في الغالب ده رحال، دي مش حاجة تستحق إن نخرج. زفت، المفروض إننا بنحرس المعسكر مش بنلف من غير فايدة. يمكن ممزقين ضدنا احنا الاتنين بجد. ايه؟ نقضي عليه قبل ما
لا 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 لا، ده اللي احنا فكرنا فيه. انا واخو ابي خرجنا بدورية زي ما انت عارف مش بعيدة من هنا، وكنا مستخبيين في الظلمة، كنا بالليل بس القمر مش منور، وزي ما انت عارف الممزقين بيحبوا الظلمة. الاول سمعناهم جايين كانوا بيصرخوا زي المسوخ، زي ما يكونوا بيتعذبوا. يا صوت فظيع. احنا شفنا اربعة فتحنا عليهم نار، ما حاولوش حتى يتجنبوا الرصاص. الغريب انهم ما اتصابوش حتى، فضلوا يجروا ناحيتنا. الولد وقع واحد وخرج سكنته علشان يخلص عليه. قرف، كان لازم امنعه من ده. انقض عليه اتنين تانيين وضربت نار. ضربت نار؟ ايوه انا قتلته، كانوا بيقطعوا حتت في الاخبار الملاعين. ضربت نار وبعدت عن المكان. لو حد هيطرد الممزقين لازم يكون معاه دعم. في حد هنا؟ شفت حد؟ اهلا. أنا شفت حاجة. إيه الأخبار؟ اوه لا، ايرون مايك سكيزو المغفل. شو عنده جرح بطول راسه كانهم كانوا بيسخوه. ريموند والرجاله اللي قتلناهم ذبحوهم يا مايك، ذبحوهم. اوف، فضلنا ثلاث ساعات نلم في اجزائهم عشان ما نسيبهاش للمسوخ. ريموند ده كارلوس وانت عارف لازم نردها لهم، يا اما الممزقين هي. انتوا الموضوع. ها ده كان حجر. في حاجة بتحصل. معسكر بايونيت. مفيش دليل عليه. ايه؟ رايحين ناحية الشمال. سمعت واحد من برامج راديو اوريجون بيقول ان الممزقين هتموت. دلوقتي انت بتسمع لكوبلين. في حاجة هنا. ممكن يكون مجنون. اهلا، انا بس بتمشى ماشي؟ حتى لو داخل عليه بسطول. سمعت حاجة. مفيش حد هنا، بس ممكن تدخل تتأكد بنفسك. هنرجع تاني. انت عارف ادي في حد هنا. ايه الاخبار؟ ايه الاخبار؟ في حاجة هنا. هنرجع تاني لما ادي تبقى هنا. عايز اتكلم مع الرجالة. اهو انا بس عايز الاقي طريقة للدخول. ريكي وادي صحاب قريبين. ليه؟
عشان عايش في حاجه منهم ولا عشان في حاجه هنا تانية يا مايك ولا بعدها ما كانش صعب شكلها يا دي القرف. اهلا ريكي. اهلا ايدي. انا مش عايز اي مشاكل فبعدوا عن طريقي وانا همشي في سلام. لا لا. ماشي. ايه ده؟ ايه ده بتعملوا ايه في عياتها؟ هتضرب علي نار. استنى، في قانون صح؟ ما ينفعش تقتل بنت الا لو مضطر. كده بقيت مضطر. زفت. تمام. بصي، ليه ما تسيبينيش اشرح؟ شوفي ايه في التلاجة. انت بتتاجر في الممنوعات لتاكر، عارف لما جبت لي البنت دي افتكرتك اتغيرت، بس ده ما حصلش. لا، دي مش مخدرات. ايه؟ دي مضادات حيوية. بوزر مريض، اصل دمه تسمم ومفيش مكان عشان اروحه. تسمم في الدم؟ ايه اللي حصل؟ هل ده مهم؟ أنا فشلت. هاتوا هنا، روح بسرعة وهاتوا. ما نقدرش نعمل. لا نقدر. بصي، أنا ما يهمنيش يبقى مين وما يهمنيش رأي آيرون مايك. الإنسان لما يمرض لازم أعالجه، واجب علينا ناخد بالنا من بعض، لأن ده هو اللي بقالنا. يلا هوصلك. هناخد انهي طريق؟ فاكر المعسكر الصغير اللي شفناه لما رحنا الوادي اول مره؟ ايوه فاكر. انت بتسمي ده موتوسيكل؟ يمكن موتوسيكل رحاله مش قد كده، بس هيأدي الغرض. اركب. اشتغلت ظابط، حاول تصدق. فارول. ها هي عاملة ايه؟ البنت اللي انا جبتها هنا، ليسا. انتي هتاخديني عشان اشوفها؟ لا. مش ممكن يا ريكي. ليه؟ ايه ده؟ ليه لا؟ مقدرش، هي مش هنا. لحظة، استني لحظة. هي فين؟ من كام يوم سكيزو كلفها بجولة استكشافية، راحت معسكر رعب مع ثلاثة تانيين عشان يدوروا على تموين، بعدها رجعوا من غيرها. انت بتقولي انهم سابوها هناك في الانقاض؟ هما ما سابوش اي حد، قالوا انها هربت. مش ممكن. يمكن في اي حاجة، ديابة، مسوخ، ممزقين، اختيارات بشعة. وايه اللي كان بيفكر فيه سكيزو هو بيوديها في جولة بحث عن المؤن؟ لازم الكل يشتغل يا ديك، انت عارف ان ده الاتفاق. مش مصدق القرف ده. فضلت عايشة لسنين في ماريون فوركس لما لقيتها هناك. فعلا، يمكن كان لازم تسيبها هناك. مين هناك؟ ارجع فورا وإلا ضربت النار عليك. ده أنا. لا ارجع. أهلا، أنا ريكي. فاكرني؟ كنت بسوق معاكم من سنتين. ريكي تامولو؟ أيوة. تامولو من لوست ليك؟ أيوة. استني. مظبوط. ويا ترى أخبارك إيه؟ يا بوزر أنت بخير؟ حلو قوي. بس ده ما يسمح لكش إنك تسرق حاجتنا. أنت بتهزري؟ بصي لدراعه، كنت أعمل إيه يعني؟ معرفش. كنت تسألنا. إيه ده؟ إيه اللي حصل لكم يا شباب؟ أقوى رحالين في الأنقاض صح؟ أكيد هترجعوا مهزومين لآيرون مايك. ده إذا سمح لكم أصلاً. أنا بس عايزك تساعدني نرجعوا الأدي. يلا بينا. يلا يا صاحبي يلا. مش محتاج مساعدتك.
أيوة يا بوزر، ريكي. لحظة، احنا رايحين فين؟ هادي قالت انها وافقت انها تكشف على ايدك وتشوف هي ممكن تعمل ايه. ايه؟ لا مش هروح المعسكر تاني، انا ممكن اسوق. ايه القرف ده؟ احنا مش، وبعدين يا بوزر ده لمدة كام يوم؟ خد علاج لدراعك وبعد كده. لا انت عارف الوضع عامل ازاي يا ديك. لا مش صح، دي مش هوت سبرينجز، دي لوست ليك. ايرون مايك، فاكره؟ ايرون مايك ده هيسبب في قتلنا. انت قلت ان ده كان من مده طويله، دول عمروا المكان دلوقتي وبقى عندهم ناس كتير كده. هنموت كلنا، احنا هنكون مشينا قبل ما اي حاجه من دي تحصل. الدكتوره الوحيده للمعسكر على مسافه 100 ميل، لكن ادي بص هي هتتولى الموضوع ده. بس يومين اشتغلت. ايوه بعدها نخرج من هنا ناحيه الشمال زي ما قلت ونبعد عن كل ده. ايوه هنروح ناحيه الشمال وهنرمي كل القرف ده ورانا. تمام، انا هرجع واطمن عليه وخلي بالك منه. جبان. ايوه عندك حق. ها قد ايه وقت يعني لحد ما يعرف يسوق؟ تقصد هتفضل هنا قد ايه؟ عندنا مضادات حيويه بس ده مش كفايه. لو ايرون مايك خلاكوا هنا يبقى صاحبك عنده فرصه. ايه اللي حصل؟ ازاي حرق دراعه كده؟ قابلنا شويه ممزقين جنوب بلناب، بيتهيالي ان هم ما حبوش الوشوم. يا خبر، سمعت انهم بيعملوا كده لنفسهم بس ما بيعملوش كده للاشخاص اللي بيحاولوا يجندوهم. بوزر ما كانش مجند خالص. تاكر كان المفروض تتعاقد معاهم زي ما عمل ايرون مايك. بجد يا ريكي، هو بس مش فاهم، كارلوس مش هيحترم اي اتفاقيه مع لوست ليك، ومايك مش ملاحظ ده. هو ملاحظ اكتر مما تتخيل. ليك جانب كويس دايما يا من كم اسبوع، بس انت بتحاول دايما تقتل الجانب بالناب القديم. شكرا على ثقتك فيا. قابلنا مجموعه مجانين مش لابسين حاجه، جلدهم مشوه كانهم قطعوا بعض بسكينه. جو قال لي ان اسمهم الممزقين، تبع طائفه في ايرون بوت اسمها الارتقاء في سلام. بيعبدوا المسوخ، بيعبدوهم كانهم ملائكه. هربنا منهم بالعافيه. اوه ده جنان، عشان كده استقرت. ما صدقش اي كلمه هو هيقولها لك. ادي طيبه مايك، احنا ما عندناش اي وقت لا حمل زي ده ولا للعاجز اللي موجود معانا هنا. هو مش عاجز، ده ممكن يشتغل. هو ممكن، بقترح ان هما لازم يترموا. بس ده مش من اخلاقنا يا. مش ممكن. بتقول ايه وانت زهقت من الشغل لحساب تاكر اخيرا؟ ريموند من فضلك ما تقوليليش كده. انا عرفت من ده. كفايه لحد كده. شايف انت تعرف حقيقه الراجل ده وتعرف اللي عمله. خليك مكانك. وانت ابعد السلاح ده من هنا. ماشي مايك. ديك هو اللي جاب البنت هنا. انا عارف كويس، وعارف كمان حقيقة الراجل ده، وعارف عمل ايه. بس يا ترى اسوأ من اللي عملته ريكي؟ وانا ايه؟ كلنا خرجنا من الانقاض يا سكيزو، كلنا عملنا حاجات نخجل منها. محتاجين سواق تاني. استني دقيقة واحدة، انا محتاج راحة شوية وشوية مضادات حيوية.
هعمل اللي تقوله عليه. أكيد يا مايك، كل اللي هتقوله موافق عليه. تعال معايا. مش واثقة فيك. ما تتكلميش معايا. يبقى أنت اللي جبته هنا هو. أنا ما جبتهمش هنا يا سكيزو. بوزر محتاج مساعدة. بس ده دخل مقتحم العيادة. مكان الأدوية مش أمان. ريكي قالت لي إنك بطلت تشتغل مع تكر وجبت البنت الصغيرة دي هنا. آسف إني كدبت عليك قبل كده في موضوع مهمة تكر. انت رحال من امتى؟ انت وبيل؟ مش عارف، زي ما قلت فقدت الاحساس بالوقت. لو الناس ما حطوش بذور وزرعوا شويه اكل وفهموا الوضع شويه مش هيعدي علينا ربيع تاني. لو اديت بوزر اللي هو محتاجه وسبتنا نستخبى هنا لحد ما يقدر يسوق، فانا هعمل اللي انت عايزه بكل سرور. انا بس عاوزك تعرف انه مجرد ما يخف هنجهز حاجاتنا وننطلق للشمال. الشمال؟ في معسكر هنا قريب من سميث روك، بوزر ما راحوش قبل كده. ايا كان ناس كتير بيطاردونا هنا، ده وقت الانتقال. بداية جديدة صح؟ احترم ده. روح دلوقتي، سيبني لوحدي، عايز افكر شوية. اكيد يا مايك، تمام زي ما انت عايز. خلي ريكي يكلمني على اللاسلكي لو احتاجت حاجة.